السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكم يا جماعة، تحياتي لكل الناس اللي انت معانا ومنورانا على قنواتنا على اليوتيوب. تحياتي لكل حبايب قلبنا، الناس الجميلة اللي دايما بتشجعنا في الحلقات بتاعتنا، تحياتي لكم جميعا. طبعا النهاردة يا جماعة هنعرض عليكم مقطع صغير كده، هو عبارة عن كلب بيتبول صاحبه بعته لنا او بعت لنا مقطع فيديو ليه وطالب ان هو يبيعه. انا سمعت منه سعر يعني بيتهيألي ان هو سعر بسيط جدا جدا، يعني محدش يتخيله، تمام؟ بس اتمنى ان انتوا تتابعوا مع صاحب الكلب يكون افضل. رقم تليفون صاحب الكلب اللي انت هتتابع عليه مش الرقم اللي مكتوب على الشاشه، الرقم اللي مكتوب على الشاشه ده رقم المزرعه الخاص بينا، لكن رقم تليفون صاحب الكلب 011-58-08-7205. نقول رقم صاحب الكلب تاني 011-58-08-7205. طبعا يا جماعه زي ما عودناكم وزي ما عرفناكم ان باذن الله هنوصل لك سوق الكلاب لحد بيتك، وانت قاعد في بيتك هتتفرج على الكلب اللي يناسبك والكلب اللي يعجبك، وانت بتليفون واحد هتقدر تشتري الكلب ده بالسعر اللي انت عايزه. مش عيب لما تفاصل، مش عيب لما تدور، مش عيب لما تسال عن المواصفات. لو انت شايف ان مقطع الفيديو اللي احنا منزلينه مش عاجبك اكتب لنا في كومنت، تمام؟ ويا ريت يكون مقطع الفيديو واضح او الكلب واضح، او اتصل على صاحب الكلب تابع معاه على الواتس ان هو يبعت لك مقطع تاني، تمام، للكلب. يعني ولنفترض ان انا شفت كلب عند كابتن ابو نور في فيديو عجبني، وصاحب الكلب رقمه كابتن ابو نور بيقول عليه، يبقى ممكن نتصل على صاحب الكلب نقول له لو سمحت ابعت لي مقطع واضح شويه على رقمك، تمام؟ يعني هيبقى التعامل بينكم وبين بعضكم. تعالوا كده نشوف الكلب البيتبول ده يا جماعه اللي احنا بنتكلم عليه من اول الحلقه، تعالوا نشوفوه ونقول ايه اللي هيحصل.
ما شفنا الكلب البيتبول او مقطع الفيديو بتاع الكلب البيتبول تمام، دلوقتي تقدر ان انت تتصل على صاحب الكلب. تعالوا نقول الرقم تاني 011-5808-7205، ده رقم صاحب الكلب يا جماعه. يا ريت الحلقات دي تعجبكم، ويا رب تكون الحلقات دي بتفيد الناس وبتوصل للناس حاجه بسيطه كده على قدر الامكان، ان انت لو عايز تشتري ممكن تشتري عن طريق يوتيوب او عن طريق وانت قاعد في البيت. تحياتي لكم جميعا وتحياتي لكل الناس المشتركه. خلاص يا جماعه قربنا من اليوم الموعود، يوم حفلتنا يوم 25/8 او يوم الثلاث باذن الله، هتكون احلى حفله باذن الله وبمشيئه ربنا. تحياتي لكم جميعا وتحياتي لكل متابعينا، ما تنسوش لايك وشير وتفعيل الجرس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.